السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث نخصصها للحديث عن الدعوات الحكوميه والدوليه لانقاذ اتفاق ستوكهولم وتحركات المبعوث السويدي للشرق الاوسط لتحقيق السلام. دعا رئيس الحكومه معين عبد الملك المجتمع الدولي لانقاذ اتفاق السويد والزام الحوثيين بتنفيذ مخرجاته. وقال معين عبد الملك خلال استقباله المبعوث السويدي الخاص للشرق الأوسط بيتر سيمابي إن حكومته تبذل جهودا كبيرة في سبيل إنجاح اتفاق السويد وفي مقدمتها اتفاق الحديدة. من جانبه أكد المبعوث السويدي العمل من أجل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة للتوصل إلى تحقيق سلام دائم في اليمن وتنفيذ ما تم التوصل إليه من اتفاقات. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: في ظل المحاولات الأممية والدولية هل يعود مسار اتفاق السويد؟ وفي المحور الثاني سنتحدث أنه هل تتمكن الأمم المتحدة من إقناع ميليشيا الحوثي بمغادرة الحديدة؟ نتابع سويا هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. السويد تقوم بالتحرك الأخير لتفادي فشل يبدو أنه محقق لتفاهمات ستوكهولم، وبالأخص ما يتعلق منها بالتهدئة وإعادة الانتشار وفرض السلام في الحديدة وموانئها الثلاث. فقد استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سعيد في العاصمة المؤقتة عدن وفدا سويديا برئاسة المبعوث الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا السفير بيتر سيمابي، وبحث معه مستجدات تنفيذ اتفاقات السويد بشأن الحديدة والأسرى والمعتقلين والتهدئة في تعز. وفي اللقاء ذاته أكد رئيس الوزراء ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره في الضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية وداعميها في إيران لإنقاذ اتفاق السويد وتنفيذ مخرجاته باعتباره المحك الحقيقي والجاد لمصداقيتها في المضي نحو السلام. المبعوث السويدي أكد من جانبه العمل من أجل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة للتوصل إلى تحقيق سلام دائم في اليمن وتنفيذ ما تم التوصل إليه من اتفاقات، خاصة اتفاقة ستوكهولم. وفيما يغيب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث هذه الأيام عن المشهد، تواجه التحركات التي يقوم بها رئيس بعثة المراقبين الدوليين في الحديدة مايكل لوليسغارد صعوبات في عقد اجتماع للجنة المشتركة لتنسيق الانسحاب إثر فشل الاجتماع الذي كان مقرراً له أن يعقد الاثنين بسبب رفض ممثلي الميليشيا المشاركة في اجتماع يعقد في مناطق خاضعة للسلطة الشرعية. مكتب لوليسغارد يتحدث حتى الآن عن تأجيل للاجتماع الذي كان يفترض أن يبحث في الرؤية الجديدة لإعادة الانتشار والمقدمة من لوليسغارد، لكن لا يبدو أن الظروف مهيئة لانعقاده مجدداً على نحو ما يخطط له المسؤول الدولي. وأبرز ما رشح عن القضية محل الخلاف هو أن الجانب الحكومي وافق على بقاء قوات خفر السواحل في مهامها، لكن بعدد محدود وبشريطة عدم وجود عناصر تابعة للميليشيا بين صفوفها، وبأن تترافق عملية إعادة الانتشار مع نزع للإلغام والعبوات الناسفة وإزالة المظاهر العسكرية كافة في المناطق التي سيتم الانسحاب منها، وهو ما يتطلب من الحوثيين تسليم خرائط الألغام للأمم المتحدة. ممثلو الميليشيا وافقوا على نزع الألغام في مناطق ورفضوا رفضاً قاطعاً إزالة الألغام في منطقة معينة داخل المدينة يصفونها بالخط الدفاعي الأخير للميليشيا. وميدانياً شهدت مدينة الحديدة خلال الساعة الماضية مواجهات عنيفة في الأحياء الشرقية والشمالية للمدينة إثر محاولات تسلل قامت بها الميليشيا، سبقها قصف بمدافع الهاون والهاوتزر على الأحياء السكنية الخاضعة للقوات الحكومية، وسط أنباء عن فشل عملية التسلل وتكبد الميليشيا خسائر فادحة. إذن نبدأ النقاش، وينضم إلينا من القاهرة وليد الأبارة مدير عام البحوث في وزارة حقوق الإنسان. سيد وليد مساء الخير. مساء النور. إذن سيد وليد، اليوم نتحدث عن زيارة مبعوث السويد إلى منطقة الشرق الأوسط، وأنا أتساءل هنا هل ستسفر جولة المبعوث السويدي وأيضا لقاءاته برئيس الحكومة وأطراف كثيرة في سبيل إنجاز اتفاق السويد؟ في البدء دعني أقول لك بأن كل ما يجري حاليا هو محاولة لتعزيز وقف إطلاق النار الذي تم إنجازه في الحديدة بشكل أو بآخر، مع وجود العديد من الخروقات من قبل الميليشيات الحوثية، ولكن فيما يتعلق بإنجاز وتطبيق ما تم التفاهم عليه من سواء إعادة الانتشار أو نزع الألغام أو فتح الممرات الإنسانية، نجد أن ذلك يستحال تطبيقه نظرا أولا لأسباب سياسية وأيضا عقدية وأيضا لأسباب فنية ولوجستية.
على سبيل المثال الأسباب السياسية، الحوثيون لا يمكن أن يتركوا الحديدة أو أن يتم الانسحاب من موانئ الحديدة باعتبارها البقرة الحلوبة، وهي تشكل موانئ البحر الأحمر تشكل بالنسبة لهم موردا اقتصاديا مهما يساعدهم في بقاء الجبهات مستمرة، وأيضا تغطي تكاليف حرب الاستنزاف التي يخوضونها في عدد من الجبهات. فيما يتعلق بالأسباب العقدية، الحوثيون جماعة ميليشياوية جبلت على العنف، وبالتالي لا يجدون العمل السياسي وهم لا يؤمنون به، وقد استطاعوا أن يحققوا إنجازات عملية على الأرض من خلال العمل العنفي وأيضا السلوك الإرهابي المقيم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتخلوا عن هذا النهج الذي عرفوا به منذ تكوينهم كجماعة عصبوية متطرفة. نعم. إذن فيما يتعلق بالمشاكل الفنية واللوجستية، هناك مشاكل حقيقية أولا تتعلق بقوات قفر السواحل. هذه القوات تتكون من قسمين، قوات حماية أمن الموانئ وقوات التشكيل البحري. أفراد هذه القوات منذ أن بدأ الحوثيين باجتياح حديدة تم إقالة الضباط الرئيسيون الذين يقفون على رأس هذه القوات، من مدير القطاع إلى مدير أمن الموانئ، مدير عام التشكيل، وأيضا مدير ميناء الصليف. تم استبدالهم بعناصر تابعة للميليشيات. الكثير من الضباط والجنود تم انقسموا ما بين بعضهم شكل نواة الجيش الوطني، والبعض استمر في مكانه وقاتل مع ميليشيات الحوثيين، وبالتالي هناك معضلة حقيقية في آلية أو في كيفية تجميع هذه القوات في مؤسسة واحدة، ومن هي القيادة التي سيكون على رأسها، حتى إن تم إعادة القادة الذين كانوا في العام 2014، ولكن هل يمكن تجميع قوات قد تقاتلوا فيما بينهم؟ أعتقد أن هناك الكثير من الأسباب اللوجستية. نعم. إذن سأعود إليك سيد وليد وسنناقش الكثير من النقاط، ولكن سنشرك معنا الآن في النقاش المحلل السياسي عبد الوهاب الشرفي، سينضم إلينا من صنعاء. سيد عبد الوهاب مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيد عبد الوهاب، ونتحدث اليوم عن اتفاق ستوكهولم وجولة المبعوث السويدي في سبيل إنقاذ هذا الاتفاق. يعني ما الذي يمكن إنقاذه من اتفاق السويد؟ مساء الخير لك ولضيفك الكريم والأستاذ المشاهدين الكرام. أهلا بك. هو بالطبع عن أمر يمكن القول فيه أنه يمكن إنجاز السويد بالكامل إذا تفهمت جميع الأطراف، سواء اليمنية الموقعة أو الدورة الأممية في هذا الاتفاق، وحتى السويد أيضا باعتبارها الدولة الراعية لهذا الاتفاق، أن هناك ما يجب حسمه والتوصل فيه بالاتفاق، على اعتبار أنه لم يكن واضحا منذ البداية. إذا تفهم الجميع هذه النقطة ودخلوا بجدية وبصدق البحث فيها المتعلقة بتحديد معالم واضحة للسلطة التي يجب أن تستلم إدارة الحديدة بشكل عام والميناء بشكل عام، حينها يمكن إنجاز السويد اتفاق السويد. لكن أن يظل العمل بهذا الشكل الذي كل طرف فيه يتمسك بفهمه هو لبعض نصوص الاتفاق، نعم، ويبني عليها، والطرف الآخر يتمسك بفهمه هو، هنا لن نخرج إلى حل، وربما ينهار الاتفاق تماما. نعم، هذا بشكل عام. لكن هنا سيد عبد الوهاب، يعني في مسألة الميناء، لماذا لم ينسحب الحوثيين ويستجيبوا لمطالب الأمم المتحدة بمسألة الانسحاب من الميناء، مع أنهم يعني أبدوا موافقتهم في وقت سابق؟ بالنسبة لأنصار الله أو يعني قوة حكومة الإنتاج هناك في الميناء، هي في الأخير قلت لك لها جزء من الحق، هناك جزء من النص الذي يتحدث فيما يتعلق بمن سيستلم السلطة، هو ينص على أن القوة التي ستستلم هي قوة خطر السواحل دون تحديد أو دون أي تعريف إضافي،
فيما يتعلق بهذه التسميه، وقوه خطر السواحل حاليا هي القوه التي تديرها حكومه صنعاء. النصف الاخر من هذا الاتفاق يريد ان يفسر اوطاره الاخر كما يشاء هو، لانه لا يوجد الان قوه خطر السواحل في الحديده غير هذه القوه. القوة التي موجودة هي القوة التي يعني يقودها طرف أنصار الله وطرف حكومة صنعاء. لم يتم الاتفاق على نوعية أخرى أو على قوة أخرى ويطلق عليها هذه التسمية، بحيث نحن نحمل الحجة حتى الآن بأنصار الله. أنصار الله يتمسكون بالجزء من النص الذي هو في صالحهم. الطرف الآخر عليه أن يستوعب أنه لم يقدم أي إيضاحات أو لم يدرج أي يعني توضيح فيما يتعلق بهذه القوى، ويجب أن يكون مطلبه واضحا بأنه يجب أن نتفاهم حول طبيعة هذه القوى، لا أن يلقي باللوم على أنصار الله. وأنصار الله أيضا يجب أن يعني يستوعبوا مسألة أن الجزء الآخر من النص الذي يعني يتحدث عن قضية القانون واحترام تجرد السلطة الرسميه وما الى هذا، يعطي الطرف الاخر بكثر ما الحق في الاعتراض على سلطه خفض السواحل الحاليه. نعم، اذا لا يمكن ان نلقي باللوم على اي طرف حاليا حتى يتم الحسم الواضح والتحديد الواضح لماذا يقصد بقوه خفض السواحل. نعم، اذا ابقى معي واذهب لضيفي الاخر سيد وليد الأبارة. يعني سيد وليد، لعلك استمعت لحديث المحلل السياسي سيد عبد الوهاب الشرفي، يعني يتحدث بان يعني المشكله تكمن في الاساس في ضبابيه هذا الاتفاق، وبالتالي كل طرف يفسره بالطريقه التي يشاءها. صحيح، هناك العديد من حالات الغموض والتعتيم فيما يتعلق ببنود الاتفاق، وايضا هناك العديد من المشاكل الفنيه واللوجستيه والسياسيه والعقديه فيما يتعلق سبق وقلته في الحديث السابق، لكن هناك بعض الايضاحات اود ان اقولها. اولا، قوات خفض السواحل هي قوات موجوده في عدن وتتبع رئيس الجمهوريه. حينما يتم الحديث عن قوات خفض السواحل فهذه القوات تأتمر بأمر وزارة الداخلية وأمر رئيس الجمهورية، وهذا أمر مفرغ منه وليس عليه غبار فيما يتعلق بالاتفاق، ولكن هناك بعض التعتيم فيما يتعلق بالقوات التي هي موجودة. ولكن هذه النقطة أيضا لم يؤكد عليها الاتفاق كما يتحدث السيد عبد الوهاب، بأنه يعني حتى مسألة قوات خفر السواحل يعني لم تكن واضحة ودقيقة من خلال الاتفاق. القوات التي كانت موجودة قبل 2014 هو الاتفاق يقول بأنه يتم الانسحاب وإعادة القوات التي كانت موجودة قبل الانقلاب، يعني القوات التي كانت موجودة في 2014. هذه القوات التي كانت قبل 2014 هي قوات كان قائدها الأعلى عبد ربه منصور هادي، وحتى مدير امن مدير قطاع البحر الاحمر وهو قائد قوات خفر السواحل المتواجد من ابتداء من باب المندب والكوفه وصولا الى ميدي، هو قائد ملتزم بالمؤسسه العسكريه، وتم اقالته كذلك عبد الجبار زحزوح مدير امن الميناء، وايضا المقدم هشام الصناحي، وباستثناء هناك قائد التشكيل البحري المقدم سام الحي باعتباره سلاليا وينتمي الى الاسره السلاليه، وفضل البقاء في منصبه، وايضا الانحياز الميليشيات. فيما يتعلق بالضباط، الصف الاول والثاني والثالث في قوات خفر السواحل المتواجده في الحديده هم ضباط جمهوريون وملتزمون بالمؤسسه العسكريه، وما ان اقتحم الحوثيين الحديده فروا الى بيوتهم او التحقوا بالجيش الوطني او ذهبوا للالتحاق قوات خفر السواحل المتواجده حاليا في عدن، وهم على استعداد كبير جدا بالعوده واستلام مناصبهم ومباشره اعمالهم في حال توفرت الظروف لهم. اذا ليست مشكله فيما يتعلق بالقوات التي قبل 2014، لان هذه القوات هي قوات مؤسسيه وعسكريه ولديها التزام بالمبادئ الجمهوريه، باستثناء هشام الحي قائد التشكيلة البحرية الذي لا يزال في منصبه باعتباره ينتمي إلى الأسر الهاشمية. هذا فيما يتعلق في نقطة، ولكن هناك جوانب كثير غامضة فيما يتعلق
فيما يتعلق على سبيل المثال بنزع الألغام والسماح بفتح الممرات الإنسانية. الحوثيون يعتقدون أن هذه الطرقات التي تم زرعها بالألغام وأيضا تحولت إلى وزرعوا فيها الشبكات من الأنفاق وأيضا الحواجز الترابية والحديدية التي كانوا يضعون فيها الحاويات لقطع الطرقات أمام تقدم الأرسال العسكرية التابعة للجيش الوطني، يعتقدون بأن فتح هذه الطرقات سيشغل في قادم الأيام فيما لو حاول الجيش الوطني تمدد قواته، وبالتالي هم يرفضون بشكل أو بآخر نزع الألغام وأيضا فتح الحواجز الترابية وأيضا سحب جنودهم إلى خارج المدينة. إذا نحن نتحدث على أن الحوثيين فيما يتعلق بهذه النقطة قد نجحوا بالفعل بوقف إطلاق النار الذي يعد في صالحهم، حيث أن الكثافة النيران المشتعلة وأيضا قوة المواجهات كانت تصبح في مصلحة الجيش الوطني الذي كان يحقق تقدما بشكل مستمر. وأيضا كعادة الحوثيين عادة حينما يكونوا في وضع ضعف ما يقدموا مجموعة من التنازلات الشفوية أيضا أو الاتفاقات المبدئية، لكنهم سرعان ما يلتفوا عليها. الحوثيون بالفعل استفادوا خلال حوالي 3 أشهر منذ بداية الاتفاق، قاموا بإرسال المزيد من الأسلحة، قاموا أيضا تعزيز شبكات الألغام وأيضا الحواجز الترابية، أرسلوا المزيد من الأسلحة. الآن هم في وضع أحسن، أيضا تحسنت معنوياتهم بشكل كبير جدا بعد مذبحة حجور، وهم الآن في وضع أحسن للمناورة. وأيضا ستكون التكلفة على ما يبدو فيما لو اندلعت المواجهات الحديدة مكلفة على بشكل كبير جدا، والمسؤوليات بشكل رئيسي تلقى على المسؤولين الأممي الذي بالفعل قد أضغط على الحكومة الإيرانية وضع وقف إطلاق النار، لكنه في المقابل لم يضغط على الميليشيات الحوثية بتنفيذ الاتفاق. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر السيد وليد الأبارة مدير عام البحوث في وزارة حقوق الإنسان، كنت معنا من القاهرة. وأعود للمحلل السياسي سيد عبد الوهاب الشرفي. يعني سيد عبد الوهاب، في مسألة أن الاتفاق يعني يوصف بالضبابي، يعني البعض يرى يعني أين الضبابية في القرار طالما أنه يعني أرجع الكثير من الأمور للدستور اليمني، و من يعني يمتلك الشرعية اليوم هي الحكومة الشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي. يعني هنا يعني أي خلاف في الموضوع في مسألة عودة القوات إلى ما قبل عام 2014؟ يعني هنا الأمور تعتبر واضحة، اعتبر واضح بالنسبه لطرف هذه في الاخير هو يطول عن الشرعيه، لكن هل يسلم الطرف الاخر بشرعيه هذه؟ اذا كان يسلم بهذه الشرعيه هناك اعتراف، المجتمع الدولي يعترف بهذه الشرعيه. سيد عبد الوهاب، يا سيدي الكريم، فيما يتعلق بمساله الشرعيه ليست فيما لا توجد الا في هذه، وليست اراده خارجيه. الشرعيه هي تكوين داخلي، هذا التصوير كان في يوم ما لهادي، وطالما خرج مجموعه من المجتمع اليمني رافضين له، طالما انتهت قضيه ولايته لمرتين ولم يتم التجديد له، فلم يعد له اي حق ان يتحدث عن قضيه شرعيه. في الاخير هناك قوتين يمنيتين يتصارعان، لا يقول اي منهما حتى الان الشرعيه، كلاهما قوتي او سلطتي واقع، ويجب ان يتفهم الجميع هذا الامر ويقضي الى التفاهم حول الشرعيه. هذه النقطه كما قلت لك لا تحسن في مساله الحديده كما لا تحسن في اي مساله اخرى طالما ان هناك صراع. ما اريد ان اضيفه فيما يتعلق بحديث الاخ وليد من الجاهره، الاتفاق او الحديث عن القوه ل 2014، هذا الامر هو لم يتم الاتفاق عليه. وللعلم كانت المبادره التي بدات فيما يتعلق بالقبيله هي صدرت عن المركز الذي يتراسه انا، مركز الرسمي الديمقراطي، وكان واردا فيها ان تكون القوه 2014، لكن في الاخير ما تم في انه لم ينص على هذا الامر نهائيا. هو كما قلت لك نص على شيء اسمه قوات كفر السواحل. هؤلاء يفهموا ان لهم قوات كفر السواحل تخضع لوزاره الداخليه هنا في صنعاء، واولئك يفهموا ان لهم قوات كفر السواحل في يعني حكومه عدن.
وبالتالي يظل النص غير واضح وغير قاطع، وعلق ايضا على عبارات او رجعه لا على سالها، ولا يجب ان ننجر اليها قضيه هذا هذوي هذا هذا الكلام، لا يجب ان ننجر اليها. في الاخير هناك مشكله سياسيه ذات ابعاد قانونيه يجب ان يتم الخطاب في اطارها، الخروج للغه الطائفيه وزياده تعميق الشروخ فيما بين المكونات المجتمعيه المدنيه هو خطا يسكن في مفاتمه المشكله، ولا يعني يوجه البوصله باتجاه مسار الحل باعتباره قانونا قانونيا سياسيا، ولا يمكن للغه الطائفيه ان تدفع باتجاه الحل على الاطلاق. اشكرك سيد عبد الوهاب الشرفي محلل سياسي، كنت معنا من صنعاء، و سنشرك الآن مشاهدينا المحلل السياسي السيد عبد الناصر المودع، سينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان. سيد عبد الناصر مساء الخير. مساء الخير، أهلا بك سيد عبد الناصر. يعني كيف تقرأ تصريحات المبعوث السويدي بضرورة إعادة مسار اتفاق السويد وضرورة السلام؟ التصريح هذا تصريح عام، وهذا التصريح ينسجم مع تصريح معظم الدبلوماسيين الغربيين والموقف معظم الدول العالم موقفها بهذا الشكل، لكن الأمر الواقع على الأرض مختلف تماما. مثل ما ذكر ضيفيك كل طرف يفسر اتفاقية السويد، هي ليست اتفاقية، إعلان السويد، يمكن تسميته إعلان السويد بما يناسب مصلحته. والإعلان هذا أتى بشكل غامض، حمل المضمون غامض، لم يتحدث عن قوات خفر السواحل أو القوات المحلية ما قبل 2014، وتحدث عن القوات المحلية وفقا للدستور وقانون اليمني. نعم، لكن وهذه سيد عبد الناصر، يعني في مسألة هذا الاتفاق، يعني هل تعتقد أن يعني بإمكان المجتمع الدولي يعني إنجاز هذا الاتفاق المسمى باتفاق السويد أو كما وصفته بإعلان؟ المجتمع الدولي كان معني بالدرجة الأولى بوقف الحرب في الحديدة، وهذا الأمر تحقق بوقف إطلاق نار، هناك قرار دولي أيضا يدعم هذا الأمر، وهناك إرادة دولية بمنع اندلاع الحرب حتى الآن في الحديدة، وهذا هو كان الهدف الأساسي من إعلان السويد. الأمور الأخرى لا يهتم لها العالم كثيرا، حتى أن البعض ربما يفضل أن تبقى الحديدة تحت سيطرة الحوثيين بشكل أو بآخر، بمعنى أنه ليس في وارد أن تضغط هذه الدول لإحلال قوة بديلة، وخاصة أنه ليس هناك من قوة واضحة. يعني إحنا لا نتحدث عن قوة تتبع الشرعية اليمنية بشكل حقيقي، تعرف أن القوة التي هاجمت الحديدة لا سلطة لوزير الدفاع ولا لوزير الداخلية اليمني عليها، والسلطة الفعلية هي للإمارات، لدولة الإمارات، وبالتالي أي قوة ستدخل الحديدة ما نوعها ما شكلها، هذه تفاصيل حتى المجتمع الدولي يبدو أنه غير مرحب، ويفضل أن تبقى الحديدة بشكل أو بآخر تحت سيطرة الحوثيين، والحوثيين بالطبع لن يقبلوا بأن ينسحبوا، خاصة بعد أن ضمنوا بأن معركة الحديدة توقفت، فما هو الذي سيجبرهم على الانسحاب؟ وهذا أمر طبيعي ومنطقي، من كان يتوقع من أن الحوثيين سينسحبوا ويحققوا النصر بدون حسم المعركة، بمعنى بدون حرب يسلموها للطرف الآخر، هذا وهم. لهذا السبب ستظل هذه المسألة تراوح مكانها حتى تحدث مفاجأة، حتى تحدث تغيرات بشكل عام في المشهد السياسي، في المشهد العسكري، ليس بالضرورة في الحديدة. لهذا لا نتوقع من أي زيارات، لا نتوقع من أي أفكار أن ينتج عنها أي شيء جديد يغير من حالة الوضع الراهن في الحديدة. سيبقى وقف إطلاق النار صامدا، والمسألة الأخرى لن يحدث فيها اتفاق.
نعم، إذا أشكرك جزيل الشكر سيد عبد الناصر المودع، محلل سياسي، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان. مشاهدينا بهذا نكتفي ونصل إلى ختام حلقة الليلة عفوا، وأشكر السيد وليد الأبارة مدير عام البحوث في وزارة حقوق الإنسان، والشكر أيضا للمحلل السياسي عبد الوهاب الشرفي. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة زميل محمد عبد المغني، حتى الملتقى في أمان الله.